السلام عليكم. مركز جراحات الشخير وحالة صعبة، حالة من الحالات فعلا اللي صعبة اللي بتلف وبتدوخنا وتدوخ الدكاترة كلها، حالة وش. صح يا مدام هلا؟ صح. عندك كام سنة؟ 34 سنة. الوش يعني احكي لي كده قصتك مع الوش زي ما بيقول. انا فجأة بصيت لقيت ودني الاثنين فيهم وش. كويس. الودن اليمين الوش راح منها، ركز كله في الشمال. تمام. فانا قعدت بالك قد ايه على كده موضوع الوش؟ سنه. وفجاه صبحت الصبح لقيتي في وش فجاه، جه على فجاه كده. بقيت يجي لي دوخه ومعاياه مع الدوخه دول. عملت ايه طول السنه؟ كشفت عند اكتر من دكتور وعملت اشعاعات وتحاليل، وبعدين خدت علاج كتير. وبعدين قالوا لي ما اخر دكتور رحت له قال ما الحاله دي ما لهاش علاج خالص، ونصيحه مني ما ادانكيش تدوخ عند الدكتور ده، عند الدكتور ده اللي مش هيجيب نتيجه. جيتي لي امتى؟ انا جالك دلوقتي بقى لي 3 شهور مع حضرتك. 3 شهور. مدام هلا جات لي ب3 شهور كان عندها وش الحقيقه، وعمل القياسات السمع بتاعتها كانت بتقول ان عندها مشكله في الودن الشمال، الـ العصب السمعي بتاعها متاثر. طبعا بقالها سنه ماشيه على العلاج. بعد سنه من العلاج ما ينفعش ابدا علاج تاني، ابتدينا على طول حقن. صح كده؟ صح. خدنا كام حقنه لغايه دلوقتي؟ احنا خدنا اول مره 4 مرات ودي الثلاثه. ثلاثه يعني دي الثالثه بعد 4 مرات في الاول، يعني دلوقتي دي الحقنه السبعه. صح كده؟ صح. اول سؤال ومهم جدا، انت النهارده اتحسنتي كام من الوش بعد 7 حقنات؟ بنسبة 80%، بس ساعات يزيد شوية وساعات يقل شوية. ممتاز جدا. يعني انت عايزة تقولي 80% تحسن من الوش بتاعك، حاجة كويسة بالنسبة لك؟ طبعا. وكله قوم وحكاية التركيز، قلة التركيز معايا دول كان مشتت افكار على طول. دلوقتي التركيز بقى احسن لما قل الوش؟ احسن احسن طبعا، وعندي بمارس حياتي عادي يعني ما فيش فيها حاجة. لكن الاول كنت اقعد ولا حاجة الاقي الوش على طول دايما مركزة معايا، حتى تركيزي كله معودني كده يعني. كويس. طبعا احنا بنقول لكل العينين بتوعنا زي ما قلنا المدام هالة، قلنا لكل العينين بتوعنا الحقن اللي احنا بنعمله بيعتمد على ربنا اولا واخيرا كنتيجه، ثم على استجابه المريض نفسه، استجابه ودن نفسه للحقن اللي بنديها له او الحقن اللي بنديه له. مش احنا قلنا كده في اول جلسه؟ أيوة. وقلت لي خدي بالك انت معايا، سواء جاب نتيجه ما جابش نتيجه احنا هنعمل اللي علينا والباقي على ربنا. قالت لي احنا ما عنديش حل تاني، وافقتي. وربنا كرم الحمد لله، و70% نتيجه الحمد لله. صح كده؟ الحمد لله، وبالنسبه لي احسن من الاول بكتير. الحمد لله. انت راضيه لغايه دلوقتي على النتيجه اللي احنا وصلنا لها؟ الحمد لله. الحمد لله. طبعا يعني الوش من الحاجات الصعبه جدا في علاجها، ولكن احنا لا نفقد الامل ابدا في اي وسيله واي طريقه من طرق العلاج، طالما ان هذه الطريقه امنه وسهله وبسيطه، واهم حاجه ان هي لو ما فادتش ما بتضرش. لكن الحقيقه يعني انا حالات كتير جدا بتتحسن بفضل ربنا، حالات كتير جدا. الفترة اللي جاية هنجيب لكم مش أقل من 5 أو 10 حالات متحسنين، بس أنا بسيبهم لغاية 2 و3 و4 لغاية لما نوصل لأحسن درجة تحسن. هتكملي معانا في الحقن ولا كفاية كده؟ إن شاء الله. لا إن شاء الله. لغاية ما أنت تحسي إن خلاص أنت كده يعني الحمد لله رضا. الحمد لله رضا. تقولي إيه لأي حد عنده وش زيك؟ والله انا بقول ما يفقدش الامل، وطبعا زي ما يعني ربنا خلق المرض بيخلق له الدواء برضه، وطبعا في دكاتره زي حضرتك ان شاء الله يبقى الشفاء على قدك ان شاء الله. الحقيقه ده كلام جميل جدا وكلام محترم جدا جدا جدا، ان احنا طلبنا، هي عملت اللي عليها وطلبت الشفاء، وعملنا اقصى ما في وسعنا سواء بعلاج او سواء بحقن دلوقتي، ولكن الشفاء ده بتاع ربنا، والحمد لله النتيجه بفضل ربنا كويسه. الحمد لله على سلامتك يا مدام هاله، وان شاء الله القادم هيبقى احسن. احنا هنكمل معاكي لغايه ما تقولي بس كفايه، انا كده خلاص زي ما بيقولوا النتيجه ثبتت عند، لكن 70% و80% ده ممتاز. طبعا هي طالعه يعني بظهرها عشان مش عايزه تبين وشها. نحترم العيانين بتوعنا والمرضى بتوعنا جدا. اذا كان هناك شفاء، اذا كان هناك فضل من ربنا، فهو من الله اولا واخيرا، وزي ما بيقول دايما اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. مع تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم.